طيب نحن معانا برضو موضوع مهم جدا، رابطة خريجي معهد شنبات الزراعي كرمت عدد من الرعيل الأول خلال الاحتفال اللي عقد في مقر المعهد، وده طبعا تقدير لجهودهم في إرساء قواعد العمل الزراعي في البلاد على المستويين طبعا الأكاديمي والمهني. والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الوسيلة منوفلي هو يعني قال أحد خريجي المعهد بأنه الاحتفال ده في إطار الترابط ومتانة العلاقات بين الخريجين بصورة عامة. نعم، ويمكن بيدعم يعني يتكلم عن دعم مراحل التطور الزراعي في السودان، وامتدح يعني اللي عملوا في مشاريع خاصة جزيرة سنار والرهد، وبشر بأنه فروة وإسهامات من رواد المعهد عشان العمل ما يترقى في شنبات من المباني آليات، وأكيد داريا أيوة. عندها دور كبير وعظيم. طبعا بالتأكيد الاحتفال شرف عدد كبير من رواد الرعيل الأول لمعهد شنبات من الخرطوم ومن الولايات بجانب أسر المحتفى بهم وإدارة الجامعة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وتم تكريم الرواد بوشاحات وشهادات تقديرية. طبعا تحية لرابطة خريجي معهد شنبات الزراعي اللي قامت بهذا العمل الكبير جدا وتكريم المحتفى بهم، وده يمكن في إطار الاحتفاء بالمكرمين وفي إطار رد الدين والعطاء. نعم، نتحدث عن الزراعة. الوفاء لأجل العطاء. نعم، أو لأهل العطاء. الزراعة أكيد دورها عظيم وكبير، إحنا لو رجعنا للزراعة أكيد حيكون عندنا دور عظيم. طبعا هذا التجمع لخريجي معهد شنبات الذي هو عبارة عن أسرة واحدة، وهم قد جمعتهم ظروف العمل الزراعي في القيط وفي الأحراش وفي المناطق المختلفة وفي الدراسات داخل السودان وخارج السودان، وكانوا أسرة واحدة، فظل هذا التواصل الاجتماعي وهذا التعارض بينهم مستمر وممتد. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى غيظ الله له أن تكون هنالك لجنة تجمع هذا التجمع في هذا اليوم وترعاه وتقوم على تكريم من قدم من الأساتذة والعلماء والعاملين والعمال والنابقين من أبنائنا وبناتنا، فهذه مبادرة طيبة لأهل شنبات، وهذا ديدن أهل شنبات دائما. كنا دائما وأبدا نريد أن نكون أكثر وفاء وأكثر حبا لهذه المؤسسة، لأن هذه المؤسسة خرجت طيف من الأجيال، طيف من العلماء الذين جابوا بقاع السودان شماله وجنوبه شرقه وغربه، وقدموا للسودان خدمات جليلة وبنوا البنية التحتية الأساسية للزراعة في السودان. لهذا نجتمع اليوم نحن كخريجين لتكريم روادنا الذين علمونا وغرسوا فينا هذه المهنة حتى نلنا ما نلنا من علم عن طريق جهدهم.